بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السيد باشا مدينة الجديدة ممثلا عن السيد عامل صاحب جلالة على الإقليم، السيد نائب وكيل العام، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، السيد ممثل السيد وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، السيد ممثل السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، السيد ممثل رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، السيد رقيب هيئة المحامين، السيد رئيس المجلس العلمي، السيدة طبيبة مديرة المستشفى الإقليمي بالجديدة، السيد ممثل السيد المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، السادة الحضور الكرام، كل باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم مع حضراتكم بهذه الكلمة أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة موظفي وموظفات السجل المحلي بالجديدة، لأرحب بكم داخل المؤسسة الإصلاحية بمناسبة تخليل الذكرى 15 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدمان، وهي محطة نقف من خلالها كل سنة على المجهودات التي يبذلها موظفو القطاع في توفير الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، مع صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، وكذا النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها لترقى إلى مصاف المؤسسات التي تعتمد التدبير الاحترافي والعقلاني في تسييرها اليومي، سواء في المجال الأمني أو المجال الإدماجي لتأهيل حقيقي للنزلاء المؤسسة بعد الإفراج عنهم. ومن دون شك أن بلوغ هذه الأهداف، أهداف الإصلاح والتأهيل والذي نتوخاه ونسطر له رغم الإكراهات والصعوبات، فإنه لن يتأتى الرقي بالمنظومة السجنية وتطوير مؤشرات تحسن الأوضاع بالمؤسسة السجنية دون تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني وانخراط جميع الشركاء في هذه العملية، باعتبار الساكنة السجنية فئة من المواطنين التي تحتاج منا جميعا للعون والمساعدة لتخطي مرحلة الاعتقال والعودة إلى حضيرة المجتمع كأفراد صالحين للمساهمة في خدمته ورقيه، كما أوصى بذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الخطاب الملك السامي في افتتاح السنة القضائية لسنة 2003، حيث جاء في خطاب جلالته: إنما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في المجال العدالة لا يكتمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم من الأحكام القضائية السالبة للحرية. انتهى خطاب صاحب الجلالة. وفي نفس السياق التحديث والتأهيل، وبفضل العمل الدؤوب والمستمر التي تنخرط فيه المندوبية العامة في الشق المتعلق بتحسين ظروف إيواء والاستقبال، تم بناء مؤسسة سجنية جديدة داخل هذا الإقليم ذات مواصفات حديثة تراعي جميع الجوانب الأمنية والإدماجية، أطلق عليه اسم السجن المحلي الجديدة جوج، ستمكن بحول الله وقوته من التخفيف نسبيا من الاكتظاظ وتساهم في إعادة إدماج النزلاء لما تتوفر عليه هذه المؤسسة من مرافق بيداغوجية ورياضية وثقافية، ستساهم في النهوض بالجانب التربوي والبيداغوجي الكفيل بتوفير جميع الشروط والمؤهلات لتهيئ جميع نزلاء المؤسسات السجنية وخاصة مؤسسة السجن المحلي الجديدة جوج لإعادة إدماجهم الحقيقي بعد الإفراج عنهم. وأغتنم هذه الفرصة لأنوه بجميع موظفي وموظفات هذه المؤسسة على العمل الجبار الذي يقومون به ليل نهار في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز بكل تفاني ونكران للذات، متسلحين بالعزيمة والإصرار في سبيل إنجاح مهامهم النبيلة الإنسانية. وختام السادة الحضور، وكلا أطيل عليكم، باسمي وباسم جميع موظفين هذه المؤسسة أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على تشريفكم لنا في هذا الحفل المقابل لتخليد الذكرى 15، مؤكدين لكم أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بصفة عامة وموظفي هذه المؤسسة بصفة خاصة لجد فخورين
بمهامهم وأدوارهم الجسيمة في الحفاظ على الأمن العام، وسيبقون جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، رافعين شعار الروح، روح التضحية والعطاء في سبيل رفعة هذا البلد تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه المولى السعيد المولى الرشيد وسائر أفراد أسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.